هكذا يستقبل أهالي سان لوي إيمانويل ماكرون ووعوده ب 15 مليون يورو لإنقاذ هذه المدينة السنغالية. نظيره ماكي سال يصطحبه كي يرى بأم عينه أثار انجراف التربة الساحلية فيما كانت يوما عاصمة للسنغال. لقد رأينا الانجراف الساحلي، رأينا الخوف والجدران التي تنهار والنشاط الاقتصادي المتعطل والمدينة التي تتراجع شيئا فشيئا أمام ما يصر البعض على إنكاره وهو التغير المناخي. التغير المناخي يعود لارتفاع منسوب المياه، وذلك دفع حتى الآن 200 عائلة إلى الرحيل عن المنطقة حسب أرقام البنك الدولي الذي أمن من جهته 24 مليون يورو. هذه الأموال ستساعد في إسكان من تهجروا وتشييد جدران لمواجهة انجراف التربة. الرئيس السنغالي يسعى لطمأنة السكان. يا سكان سان لوي، أريد أن أؤكد لكم أنني سأكون دوما إلى جانبكم. مدينة سان لوي مصنفة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فرنسا تعهدت بتقديم 25 مليون يورو لأعمال ترميم وصيانة في هذه المدينة التي تختفي شيئا فشيئا مع زحف المياه.